يعكس نموذج طب الأسرة تحولاً عالمياً في إدارة الرعاية الصحية ونهجها، ولكونه يقدم الخطوة الأولى لصحة المجتمع، أقامت الرابطة السورية لطب الأسرة والرابطة السورية للصحة العامة وطب المجتمع وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان احتفالية في فندق أمية بدمشق. الاحتفالية التي عقدت بمناسبة اليوم العالمي لطبيب الأسرة ويوم الصحة العالمي تضمنت محاضرات تناولت نشأة اختصاصي الصحة العامة وطب الأسرة وأهمية ودور اختصاص الصحة العامة في المجتمع ودورهما في تعزيز الصحة، إضافة إلى تسليط الضوء على التوصيف الوظيفي لهم. هذا الاختصاص الهام جدا الذي يستدعي خبرات من أطباء عامين يراجعهم المرضى بالبداية قبل الوصول إلى الأطباء الاختصاصيين. الحقيقة هذا الاختصاص ببلدنا شوي مظلوم، ولذلك لازم نشجع معظم الأطباء على هذا الاختصاص الذي هو هام جدا، يساعد في تقليل ذهاب المرضى إلى اختصاصات أخرى وعدم الوصول إلى النتيجة الطبية بالسرعة الضرورية، وأحيانا إجراء الكثير من الفحوصات والاستقصاءات غير الضرورية إذا لم يكن توجيه المريض من البداية إلى الاختصاص المناسب. احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للصحة العامة تحت شعار كوكبنا صحتنا، فنحن رح نتناول فيه إن شاء الله المنهاج الذي سيدرس لأطباء الصحة العامة الجدد والتوصيف الوظيفي لطبيب الصحة العامة ودور الرابطة في ربط هذه الجهات جميعها. اختصاص الصحة العامة هو عبارة عن إدارة الأمراض السارية والمزمنة والرعاية الصحية، سواء صحة الطفل، الصحة الإنجابية، صحة المسنين، كله هذا بيديره الصحة العامة. فنحن رح نأهل أطباء جداد لحتى يديروا هاي البرامج، وبالتالي الارتقاء بالصحة العامة في بلدنا وتخفيف العبء الاقتصادي وبالتالي الرقي في بهذا البلد في جميع المجالات. نحن بالجمعية عنا عيادات نسائية وأطفال، ولما بنطلب بإعلاننا للوظيفة عن طبيب نسائية أو طبيب أطفال أخصائي، فلما بيتقدم طبيب الأسرة هو بيكون فعلا مرغوب لهالوظيفة هي كونه بيغطي عن هالاختصاصين هدول. طب الأسرة هو اختصاص جيد جدا، لأنه فعلا اللي بيكون طبيب تعبان على حاله هو قدران يغطي عن عدة اختصاصات. نحن بنشجع هذا الاختصاص لأنه حاليا بندرة الأخصائيين في سوريا بهذه الظروف طبيب الأسرة هو البديل عن أي اختصاص ممكن، أنه سواء كان داخلية أو نسائية أو أطفال بعياداتنا نحن. أطباء الأسرة هم خط الاتصال الأول في أي نظام صحي، حيث العمل مستمر على تحسين واقعهم العملي وتدريبهم من خلال التعليم الطبي المستمر.